رسالة بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول. من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح. الأصحاح الثاني. أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن، لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد. الأصحاح الثالث. ذكر المؤمنين أن يخضعوا للحكام وأصحاب السلطة ويطيعوهم، ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح، فلا يشتموا أحدا ولا يكونوا مماحكين،
بل لطفاء يعاملون جميع الناس بكل وداعة، فنحن أيضا كنا فيما مضى أغبياء متمردين ضالين، عبيدا للشهوات ولجميع أنواع الملذات، نعيش في الخبث والحسد، مكروهين يبغض بعضنا بعضا. فلما ظهر حنان الله مخلصنا ومحبته للبشر خلصنا، لا لأي عمل صالح عملناه، بل لأنه شاء برحمته أن يخلصنا بغسل الميلاد الثاني لحياة جديدة بالروح القدس الذي أفاضه الله علينا وافرا بيسوع المسيح مخلصنا، حتى نتبرر بنعمة المسيح ونرث الحياة الأبدية التي نرجوها. هذا قول صادق، وأريد أن تكون حازما في هذا الأمر حتى ينصرف المؤمنون بالله إلى العمل الصالح، فهذا حسن ومفيد للناس. أما المجادلة السخيفة وذكر الأنساب والخلاف والمناقشة في الشريعة فتجنبها، لأنها لا تفيد ولا تنفع. وأما صاحب البدع فأعرض عنه بعد أن تنذره مرة أو مرتين، فأنت تعرف أن من كان مثله ضل وأخطأ وحكم على نفسه. وحينما أرسل إليك أرتماس أو تيخيكوس، أسرع واتبعني إلى نيكوبوليس، لأني أنوي أن أقضي الشتاء هناك. ساعد قدر إمكانك زيناس عالم الشريعة وأبولوس في الاستعداد للسفر حتى لا ينقصهما شيء. ويجب على جماعتنا المؤمنين أن يتعلموا حسن القيام بالعمل الصالح ليسدوا الحاجات الضرورية، فلا تكون حياتهم عقيمة. يسلم عليك جميع الذين معي. سلم على أحبائنا في الإيمان، ولتكن النعمة معكم جميعاً.